هذا ستيوارد. ستيوارد هو مدير تقنيات المعلومات بإحدى الشركات متسارعة النمو التي تهدف إلى التحول الرقمي، والذي يتيح للشركة فرصاً جديدة لاجتذاب المزيد من العملاء وتقديم أفضل التجارب وتعزيز قيمة الأعمال واكتساب ميزة تنافسية في سوق سريعة الحركة. يواجه ستيوارد تحديات مع نمو البيانات، أي البيانات التي تدعم عملية التحول الرقمي، لذا يحتاج ستيوارد إلى بذل المزيد من الجهد مع البيانات ومنح إمكانية الوصول إلى المزيد من البيانات وحمايتها والحصول على المزيد من الرؤى النابعة من تلك البيانات. بدأ ستيوارد يواجه صعوبة بسبب أن شركته تتحول من استخدام أنظمة تقنيات المعلومات التقليدية إلى الأنظمة الحديثة، كما تتطلب رحلة الشركة إلى التحول الرقمي أيضاً عمليات تحسين ضرورية مثل تقليل النفقات العامة والتكاليف الخاصة بإدارة نظم البيانات. التقى ستيوارد بشريكه التقني لمناقشة أفضل الخيارات اللازمة للتغلب على تلك التحديات. أوصاه الشريك التقني بتطبيق نظام تخزين دل EMC ECS، ولكن ما الذي يجعل نظام ECS فريداً من نوعه؟ تفرض الأنظمة التقليدية قيوداً شديدة على السعة والحجم وإمكانية الوصول على سبيل المثال. توفر لك الأنظمة التقليدية التناسق والسرعة في نطاق مجموعات التخزين أو المستودعات الصغيرة، ومحاولة إدارة مجموعات تخزين البيانات هذه تشبه محاولة بدء محادثة في مكان لا يتحدث فيه أحد اللغة نفسها، ولذلك فهي تؤدي إلى بعض التعقيدات الخطيرة. يوفر النظام ECS التوازن المثالي بين توسيع السعة التخزينية وزيادة القدرات، ويتيح الفرصة للعملاء لدمج السعات التخزينية للتطبيقات المتعددة كالأرشفة والتخزين السحابي والنسخ الاحتياطية على المنصات السحابية ومزامنة ومشاركة الملفات واستخدام التطبيقات الحديثة واستخدام إنترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة. يعتبر نظام دل EMC ECS الجيل الثالث في أنظمة وحدات التخزين السحابية، أي أنه يعتبر مساحة تخزين سحابية في مركز بياناتك الخاص مباشرة، وهي مساحة تخزين حديثة تلبي احتياجات التخزين التقليدي، بالإضافة إلى احتياجات الجيل القادم الذي يغطي جميع أنحاء العالم ويستخدم بروتوكولات متعددة. على الرغم من أن نظام ECS يحتوي على خصائص وحدات التخزين الفائقة، إلا أنه يوفر نفقات حماية تخزينية منخفضة بشكل لا يصدق، ويمكن أن يبدأ بمساحة 60 تيرابايت ثم يتوسع إلى مساحات تصل إلى إكسابايت في نطاق جغرافي واسع. ويمكنك من خلال سمات نظام ECS كالبحث الدقيق أن تصل إلى المعلومات الصحيحة فوراً وفي أي وقت من أي مكان دون الحاجة إلى قاعدة بيانات خاصة، مما يتيح لك التركيز على إعطاء أعمالك المستوى الذي يليق بها، كما أنه يوفر لك راحة البال مع قدراته في حماية البيانات والتوافق مع التطبيقات المختلفة. يشعر ستيوارد بالامتنان من هذا الحل الجديد الذي أعطاه أخيراً حرية التحكم في البيانات والتركيز على التطبيقات. فمع نظام ECS أصبح يتوفر لدى ستيوارد مساحة تخزين بسيطة آمنة وقابلة للتوسع، ويعد ربط هذا النظام هو الأساس الذي تقوم عليه مشاريع أعمال شركته القائمة على البيانات. نظام ECS يقدم الحل الأبسط لتسريع عمليات التحول الرقمي.